في آخر قطعة سوف نتكلم عن المعادلة، إذا the thin-length equation لتربط مقادير الثلاث اللي هما focal length F ومسافة الجسم S مع مسافة الإيمج S برايم. لتوضيح الفكرة نستعمل دائما عدسة مجمعة، إذا والجسم يقع على مسافة S أكبر من F. بالطبع النتيجة اللي نلقاها الآن سوف تصلح لكل الحالات مهما كانت العدسة ومهما كانت مسافة الجسم أو الصورة. وإذا الصورة تتشكل على مسافة S برايم كما شفنا من قبل ومنعكسة إذا ب H برايم. والآن سوف نهتم بهذا المثلثين، المثلث هذا والمثلث هذا، إذا المثلثين قائمين عندهم نفس الزاوية تيتا. المثلث هذا الأزرق إذا لديه ضلع H مع ضلع F، وهذا المثلث هذا لديه ضلع S prime minus F، شايفين S prime و F، إذا هذا الضلع هو S prime minus F والضلع H prime، إذا التان لهذا الزاوية تيتا يساوي التان لهذا الزاوية تيتا، ونتحصل على المساواة. إذا H prime على H يساوي S prime minus F على F. إذا similar triangles، إذا أخذت النسب ما بين الضلعين المتشابهين اثنين باثنين فتلقاه مساواة دائما. ومن هذه المعادلة هذه نتذكر أنه بالقيمة المطلقة H برايم على H يساوي S برايم على S، وهذا الماجنيفيكيشن فاكتور اللي شفناه من قبل. وإذا S برايم على S إذا يساوي S برايم ماينس F على F. ومن هذه المساواة هذه إذا نكتب نستخرج واحد على S إذا يساوي هذا وهذا. بالطبع شايفين هنا عندي الفرق الفوق وعندي الضرب لتحت، وكأنه هذا common denominator، وكأني عملت واحد على F ناقص واحد على S prime. شايفين إذا استعملت ال product F S prime ك common denominator ف S prime سوف يجي هنا. إذا نضرب هذا ب S prime فوق وتحت، وهذا نضرب ب F فوق وتحت، ونتحصل على S prime minus F اللي هو هذا على نفس الدينومينيتر كومون دينومينيتر اللي هو اف اس برايم. اذا الان نهتم بهذا الكسر، واحد على اس ليساوي واحد على اف ناقص واحد على اس برايم. الان ناقص واحد على اس برايم نبعثه الى اليسار ويتحول الى زائد واحد على اس برايم، ونتحصل على المعادله المستهدفه اللي هي the thin length equation، وتصلح مهما كان طبيعه العدسه ومهما كانت مسافة الجسم أو الصورة من العدسة. إذا كل الحالات مسموحة في هذه المعادلة. إذا ما تنساوش S دائما موجب، S prime تارة نيجاتيف تارة بوزيتيف، و F أيضا تارة نيجاتيف وتارة بوزيتيف. ونذكر الجدول اللي شفناه من قبل، إذا يلخص إذا المقادير الأربعة S و S prime و F إذا تهمنا في المعادلة هذه، وبالطبع الماجنيفيكيشن فاكتور إذا تكلمنا عنه من قبل، متى تكون بوزيتيف ومتى تكون نيجاتيف. هناك أيضا ملاحظة أخرى وهي ملاحظة حسابية، هذه المعادلة هذه إذا لازم تحترموا الوحد أو الأبعاد. إذا لدي معاكس طول زائد معاكس طول يساوي معاكس طول. هنا إذا الخبرة الحسابية تشير إلى أنه إذا أردت مثلا استعمال S بالأمتار فيجب أن تستعملوا S برايم و F بالأمتار. ونفس الشيء إذا حبيتوا تستعملوا الثلاث بالسنتيمتر ممكن تستعملوا ثلاث بالسنتيمتر أو بالمليمتر أو بأي وحدة، ولكن لا يجب أن تكون نفس الوحدة للثلاث. تمام؟ دائما نفس الوحدة للثلاث، ردوا بالكم من هذه النقطة هذه والأمور تكون سالمة من حيث الحساب. إذا لدينا مسألة كيفية هنا، وبالطبع سوف نعتمد على ما شفناه من قبل من رسومات هندسية، ونرجع الآن إلى المعادلة اللي شفناها الآن. إذا اللينس وبتحديد converging lens creates an image as shown، الأوبجكت بالأخضر والإيمج كما هو متوقع. بالطبع هذه الحالة هذه لقيناها عندما كانت مسافة الجسم S أكبر من F اللي هي الفوكال لينث للعدسة، وشفنا أيضا أنه S برايم أكبر من الفوكال لينث. In this situation, the object distance S بالمقارنة مع F larger equal smaller، بالطبع is larger، الجواب الصحيح. وهنا بالطبع نذكر من حيث thin lens equation العدسة مجمعة، إذا F يجب أن يكون موجب، S أكبر من F، نرجع إلى المعادلة. إذا كان
في الحالة هذه بطبع real image معناها S prime موجب. إذن لهنا رأنا في الحالة وين الثلاث يجب أن يكونوا موجبين. إذا كان S أكبر من F معناه واحد على S أصغر من واحد على F. إذن حتما واحد على S prime باش نكمل بالمجموع نتحصل على هذا. إذن حتما واحد على S prime أيضا يجب أن يكون أصغر من واحد على F، وهذا يدل أن S prime أيضا أكبر من F. إذن رأنا في الحالة وين الثلاث موجبين و S و S prime في نفس الوقت أكبر من F. التمرين الأول كان فقط فيما يخص S، إذا سألنا فقط بمقارنة S مع F. هناك أيضا تمرين آخر إذا ليسأل أو يطلب المقارنة لـ S prime، نفس الرسمة، والآن S prime بالنسبة لـ F بالطبع الجواب الصحيح هو larger than the focal length F. ندقق الآن في المسألة، ونفس الرسمة، عدسة مجمعة، نحن في الحالة وين F أكبر من S، ولكن وضعنا أيضا خيار آخر، إذا S أصغر من F بطبع هذا غير ممكن. والآن نتساءل، هل there is not enough information to compare S to F؟ بطبع الجواب هو أن لدينا لدينا معطيات كافية، ف the image is real which requires S أكبر من F، هذا بالطبع المفروض منه. والآن the image is taller than the object، معناه H prime أكبر من من H، وش معناه؟ بما أنه H prime على H يساوي S prime على S، إذا حتما magnification factor أكبر من واحد، إذا حتما S prime سوف يكون أكبر من S. وإذا كان S prime أكبر من S، إذا رجعت إلى thin lens equation، فهذا يدل على أن S يجب أن يكون على الأقل أصغر من 2F. ولهذا السبب يمكن تحديدا حصر S ما بين F، إذا S أكبر من F صحيح، و S أصغر من 2F أيضا صحيح، وبالتالي double inequality هذه هي التي تتحقق في هذه الرسمة هذه.